راجع اليوم بعد لعبوا مزيان، ماشي فحال الديربي. السلامي داخل بخطه، ما علاش يلعب داك بوطيب وجبيره؟ علاش ما يلعبش مذكور والدراري؟ الدراري واجدين، علاش ما تلعبهمش؟ سلامي مشى اليوم، سلامي مشى والحمد لله، بعدا ما يبقاش معانا. بعدا كون جابوا شي مدرب مزيان ماشي غيبقى يضحك على فرقه. كل ما غيجي يلعب تشكيله، يختار تشكيله وحده ويبقى يلعب بها، ماشي كل ما داخل بتشكيله. والتشكيله اللي دخل بها اليوم زوينه، بعدا ملعب مذكور كيعرف يلعب، ملعب متولي مالونغو رحيمي، لعبهم هادوك والبيت اللي جبد بعدا مذكور في الاول شكرا ليه بزاف. كون ما كانش مذكور في هذيك لاكسيون راجا كانت تقدر تخسر. بغيت الراجل اليوم شنو الاحساس ديالي؟ شي حاجه ماشي هادي باش تربح مع هذا المدرب اللي كل مره داخل بالتشكيله، راه شي حاجه اكسترا اوردينير.